هدف هالمسير هو التوعية وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، لأنه هالكشف المبكر يعني الشفاء، والتأخر في الكشف يعني خسارة وتكلفة زائدة للمجتمع. مشان هيك نحن هالخطة التوعوية اللي فيها نركز على أهمية الوعي الصحي اللي بيتركز على الفحص الذاتي للمرأة لذاتها وكشف أي مشكلة بالثدي، وإذا كان في أي مشكلة في خدمة صحية موجودة وحاضرة من خلال العناصر المدربة بمستوصف صحنايا ومستوصف الأشرفية. تحت رعاية وزارة الصحة وبإشراف مباشر من السيد وزير الصحة تقوم مديرية الصحة كذلك المديريات الأخرى بفعاليات من أجل الإعلام عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا الشهر العاشر من 1/10 ولغاية 30/10 هو شهر عالمي من أجل إقامة هذه الفعالية، وهي فعالية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يتم بمراكزنا الصحية بالإضافة إلى مشافينا العامة. هاي الحملة حملة بالحقيقة شخصية ذاتية وأسروية واجتماعية ووطنية بنفس الوقت. إن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لوطنك عليك حق. فيجب حقيقة أهميتها، ونحن يجب أن نمهد أو نعرف بالحقيقة بالجهات المختصة، كنا بمديرية الصحة أو وزارة الصحة، بما يقدمونه من جهد حقيقة لنسائنا وبناتنا بهذا الشكل، لكي تسلم نسائنا وبناتنا من هكذا آفات بإذن تعالى. نحن هذا الشهر هو شهر عالمي، وهون عنا نحن في فعاليات في ريف دمشق عم تقوم فيها المديرية. هذا أحد النشاطات اللي حيكون في مسير من هون من الكنيسة، كنيسة مار الياس، للمركز الصحي في صحنايا. نحن هذا البرنامج هو أحد البرامج الصحة الإنجابية المعتمدة من قبل وزارة الصحة. نحن هذا العمل فيه دائما موجود يوميا، يعني في عنا سيدات اللي بتراجع عيادات الصحة الإنجابية بالمراكز الصحية يتم فحص الثدي عندهم للكشف عن مبكر عن سرطان الثدي.